سنسوري هو موضوعين مهمين جدا. اول موضوع اسمه تراكس، ازاي الاحساس بيتنقل من اول الريسبتور لغايه البرين. والموضوع الثاني اسمه هدف الصداع، هنعرف اسباب الصداع وهنعرف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل منه. طيب في البدايه لو بصينا كلمه تراكت معناها بالعربي سكه او باس واي، الطريق اللي هيمشي فيه الاحساس. انا مش هقول باس واي تاني لان دي كلمه انجلش، هقول تراكس. طيب انت قلت ان تراكس نوعين او سكتين. قبل ما تيجي تشرح عايز اقول فكره مبدئيه، ليه ربنا عمل سكتين لنقل الاحساس؟ كان ممكن الاحساس كله يتنقل في باس واي او تراكت واحد. الاجابه بمنتهى البساطه، نوت اول سنسيشنز على نفس درجه الاهميه. يعني هاجي في مربع هنا وهقول في اي بي سنسيشن. طبعا في اي بي دي من عندي مش كلمه علميه، بس احساس مهم جدا ما تقدرش تعيش من غيره. الفاين تاتش، احساس اللمس، ده احساس مهم لازم يبقى له سكه محدده. الاحساس الثاني هو البريشر، ولو تلاحظوا التاتش لو زاد بقى ضغط، يعني ده يؤدي الى ده. الاحساس الثالث هو فايبريشن، قلناها في فيديو قبل كده. الفايبريشن او الهزه الشوكه هو احساس متغير من تاتش وبريشر. في احساس رابع ما تقدرش تعيش من غيره، ما تقدرش تتحرم منه، احساسك ان في ارض تحت رجلك اسمها بروبريو سبشن. كلمه بروبريو يعني بوزيشن، يعني وضع الجسم. انا واقف ثابت برجلي اليمين على الارض ورافع رجلي الشمال، لا ده انا واقف برجلي الاثنين، لا ده انا مايل الجزع بتاعي ناحيه يمين او شمال. ده احساس لا يمكن الحياه بدونه. وبما ان الاحاسيس دي مهمه جدا يبقى لازم تمشي كلها في سكه محدده، طبعا مش هقول اسمها دلوقتي. يبقى الاربعه دول الاساسي قالوا احنا ماشيين مع بعض، ماشيين مع بعض. طب هتقولوا طب واحساس البين؟ طب ما هو البين مهم. لا، البين ياتي في المرتبه الثانيه بعد دول. البين انا عارف ان هو بروتكتيف، بيحميني، حسيت بوجع عايز علاج، تيشو دامج خطر، بس انت كام مره في حياتك عايش ببين؟ ده انت طول الوقت عايش بتاتش، عايش ببروبريو سيبشن. علشان كده ربنا عمل الطريقه الجميله دي، قال ان البين هيمشي مع التمبريتشر في سكه لوحده. وقبل ما اجي اكمل، اشمعنى؟ البين والتمبريتشر يكملوا بعض. لو انا حطيت ايديا في حوض ميه بتغلي فوق 45 درجه، ودي قلناها قبل كده، احس ببين. طب لو حطيت ايدي في تلج اقل من 10 درجات مئويه احس ببين. يبقى تمبريتشر الاكستريمز او الزياده قوي او الاقل قوي تؤدي الى بين. وفي جمله كلنا عارفينها، الطيور على اشكالها تقع. شوف مين صاحبك نعرف طريقتك في الحياه. تمبريتشر والبين قالوا احنا اصحاب، هنمشي في سكه لوحدنا. طب تاتش، بريش، بروبريوسبشن، فايبريشن، قالوا احنا شله كمان لوحدنا، احنا هنمشي في سكه وانتم هتمشوا في سكه ثانيه خالص. ده لازم اقول المقدمه دي لسبب، لان انت لما هتدخل على التراكس هتسمع عن حاجه اسمها اوردر نيورونز، زي فكره الاناتومي. الاول هكون فاهم الفكره. في حاجه كمان، كرود تاتش. خلي بالكم في الفرق بين فاين وكرود، انها قبل كده. الفاين ده يمشي في سكه محدده الى الكورتكس. الكرود مش شرط كل الفايبرز بتاعته تصل الى الكورتكس، لان هو لمسه غير محدده. ايه كمان الاحاسيس الاقل اهميه؟ دول الاقل اهميه. احساس الهارت
اسمه تيكلين الاكلان. يبقى احساس الهرش الاكلان في مثلا برغوثه او انسكت موفينج بتزغزغني بتقرصني، كل هذه الاحاسيس مش لازم تكون ليها اهميه، مش مهمه. يبقى في النهايه دول في سكه ودول في سكه. طب دول البدايه هنعمل ايه؟ هنيجي نقول البدايه بتاعتنا بالاحاسيس الاقل اهميه. طب ليه؟ لان انا في الفيديو اللي فات شرحت البين ورسمته، فكده عايز افكرك بالقواعد، ومن خلال القواعد دي نشوف ربنا هيغيرها ازاي. هنرسم الرسمه دي سباينال كورد عادي بثلاثه هورنز بتوع. بصوا بقى ادي السباينال كورد. هنتكلم دلوقتي على اناتومي بحت. ده هو الميد لاين. اتفقنا في السنه الاولى خدنا شكل سيجمنت اوف سباينال كورد. ميد لاين هيمصص السجن. بس ايه الجديد بقى في الاناتومي؟ قالوا المكان ده كله اسمه دور زله روت. طب وده اسمه ايه؟ دور زله هور. طب كل الناس عارفه الهور. طب ليه بتتكلم على الدور زله روت؟ الحته اللي حوالين الهور لسبب بسيط. هنا هيدخل الاحساس، هعمله باللون الاحمر. سنسيشن ده. وليكن السنسيشن ده بتاع ايه؟ هنقول نمسحها عشان نعملها احسن، اهي سنسيشن بتاع البين. دخل البين هنا، دخل في من خلال الدورزالوت. احنا اتفقنا اتفاق ان اي احساس في الدنيا هيصل في النهايه الى الكورتكس من خلال ثلاث محطات. يعني انا هوصل لنهايه الطريق من حاجه اسمها اوردر نيون. اول محطه لابد الاحساس يعدي عليها هي الفيرست اسمها جانجلي، ودي قاعده. اي احساس بدايته واول نيورون ليه جانجليون. وبما ان الجانجليا دي عند الدورزل روت فسميها دورزل روت جانجلي. يبقى اول محطه هي دي، ودي هكتب عليها ثابته في كل السنسيشنز. يطلع احاسيس مهم او اقل اهميه البدايه دورزل روت جانبي. بعض الدكاتره مش هيقولوا دورزل روت، هيقولوا ده افرنت. ما هو ده النيرف اللي داخل. الافرنت بتاع البين ايه هو؟ نوعين من الافرنتس. لو انا بتكلم على فاست بين يبقى ايه دلتا؟ لو بتكلم على سلو بين يبقى سي فايبر. عندي نوعين. طب لو ايه دلتا؟ هنفترض ان ايه دلتا؟ يعني مايلينيتد، متغطي بالمايلين شيس العادي. حلو. ملاحظين حاجه من خلال الرسمه؟ ايوه دخل في الدورزال روت. دخل في انهي ديفيجن؟ ودي مهمه قوي. يعني ايه انهي ديفيجن؟ يا جماعه ده الميد لاين، خط المنقط احمر. طب الجزء ده ايه؟ ميديالا ديفيجن. يعني الجزء اللي قريب من الميد لاين الحته دي هي الميديال اوف دورزال روت. طب البعيده هي لاترال، يعني ده ميديال وده لاترال. سؤال بقى، انت يا بين تدخل من انهي ديفيجن اوف دورزال روت؟ اللي قريب من الميد لاين ولا اللي بعيد؟ قال انا هدخل من خلال البعيد. يبقى اول كلمه دخل البين من خلال لاترال ديفيجن اوف دورزال روت. هتقولوا طب ليه الدكتور زعق قوي فيها؟ ليه قال لاترال؟ عشان انا عامل هنا مربع لو عملنا عليه زوم هقول الميديال ديفيجن اوف دورزال روت هنقسمه الى تقسيمتين. يعني النيرف اللي داخل في الميديال ديفيجن هقسمه الى تو برانشز. لسه المربع ده انا ما اتكلمتش عنه خالص، انا بتكلم عن اللاترال. هتقولوا طب ما ده الكلام خدناه قبل كده. هو بعدين يحصل سينابس صح؟ السينابس ده يعني لازم اكمل بنيرف تاني، لان في معلومه عايزين نثبتها. لا يمكن يصل اي سنسيشن الى البرين من خلال نيرف واحد، الكلام ده مش موجود. يبقى دي افرنت، ده النيرف الاول. تمام؟ عمل سينابس. سينابس زي رقم 8 بالعربي.
cell body of nerve 10. يبقى التاني اهو ده السكت. ادي التاني بتاعي. الجديد اللي قلناه في الفيديو اللي فات ان احنا هنقسم الدورسال هورن الى طبقات. دورسال هورن اللي هو الرسمه دي هنقسمها كده طبقات، وقلناها قبل كده من الطبقه الاولى الى الطبقه السادسه. واحد اثنين ثلاثه طبقات بالعرض. ولو تفتكروا قلت ان سلو بين بيبقى السكند اوردر نيورون بتاعه في اللامينا اثنين وثلاثه، فاست بين في الاولى والرابعه، في ناس الاولى والخامسه. طيب انت قلت لنا الكلام ده، ادي الطبقات وبعدين ادي السكند. سكند اوردر نيورون لابد يعمل المنظر ده، حاجه اسمها كروسنج، لازم يعدي للناحيه الثانيه. ودي النقطه اللي الناس عايزه تفهمها، يعني ايه يعدي للناحيه الثانيه؟ السيجمنت مقسوم نصين، ادي رايت نو ده اليمين وده الشمال، ده رايت وده ليفت. مثلا لو البين جاي من الناحيه الشمال اهي من الليفت، لازم السكند نيورون كروس تو ذا اوبوزيت سايد. وتعالوا نقول قاعده ثابته في اي سنسيشن. القاعده الاولى بتاعتنا ايه؟ ان الفيرست اوردر نيورون ده ثابت. طب والقاعده الثانيه في اي سنسيشن؟ ان السكند اوردر نيورون كروس. اي احساس ربنا عمله مهم او غير مهم، لازم السكند نيرف المحطه الثانيه لازم تعمل كروس. هنشوف الاختلاف فيه. عمل الكروس، وبعد ما عمل الكروس، كروس عملته في اللاترال هور الناحيه الثانيه. عمل ايه بعد كده؟ طلع لفوق. الكلام ده مش جديد، يعني طلع لفوق. الفاينل كورد فقرات كتيره. انا بدات في الفقره دي وليكن الفقره دي مثلا تي 1 ثوراسيك سيجمنت 1. طب انا لازم اقطع على كل السيرفايكال سيجمنت، يبقى تخيلوا هنا في سباينال سيجمنت وهنا في سباينال. طلع وعدى، عدى عليه، وصل لفين؟ وصل للحته دي للبرين ستام اللي متقسم ثلاث اجزاء، مضله تحت بونز فوق ثم مين برين. قلنا له هتعمل حاجه؟ قال لا انا مكمل. خلي بالك مكمل. هل في ساينابس جديده حصلت؟ الاجابه لا، ما زلت في السكن لغايه ما في النهايه وصلت الى حاجه اسمها السالانس. دي عباره عن مجموعه نيوكليوي او انويه تحت البرين. اول ما وصلت هنا عملها بلون احمر، عملت انا ايه؟ ساينابس. ساينابس وبدات الثيرد اوردر نيور اللي ادى الى الكورتكس. يا جماعه دي الفكره. يبقى الفيرست اوردر سام دوز ار جود جاني، الثيرد اوردر سابت من السالامس الى الكورتكس. واتفقنا بما ان السالامس نيوكليار كتيره، ممكن تحدد لي اسم النيوكليوس اوف سالامس؟ قلناها المره اللي فاتت، لو بتكلم على فاص ايدين سميت النيوكليوس بوستو فينتو لاترال نيوكليوس اوف سالامس. يعني بوسترو فينترو لاترال ده بصراحه شغل دكاتره الاناتومي. قالوا النيوكليوس موجوده لورا، يعني بوسترو بس مش لورا قوي، يعني قدام شويه وعلى الجنب شويه لاترال. فاحنا بندل على النيوكليوس باسم بيفلنت، بي في ال ام تي. طيب دي اول حاجه عندنا. طب ده الكلام ده مش جديد، يبقى احنا استفدنا بثلاث قواعد. الفيرست دورسال جانجلي، الثيرد من السالامس الى الكورتكس، السكند كده كده هيعمل كروس. طيب ايه الجديد بقى؟ الجديد النهارده بصوا معايا على الرسمه، انا هاجي اوسع لنفسي واقول لكم هيحصل ايه. دخل الافت بتاع السلوبي وبرضه ادي سكند اوردر نيور، وكده كده حصل فكره الكروس. حد ملاحظ حاجه؟ ايه ده؟ ده انت يا دكتور عمل تو سنسيشن، الاثنين دول ماشيين مع بعض وطلعوا في تراكت مع بعض. قالوا طيب بما ان التو تراكت
السكتين ليهم وظيفة واحدة هي نقل البين. طب ايه اسمهم الجديد؟ لينينسكاس، ودي الكلمة اللي لازم تعرفها، اسمها سباينال لينينسكاس. طب ليه سميناها سباينال؟ لان التو تراكس خارجين من السباينال كورد. هتقول لي هو لازم فاست بين وسلو بين يعني يبقوا مع بعض؟ مش شرط. افرض انا مش عايز اقول سلو بين، عايز اقول ايه؟ تمبريتشر، ودي الكلمة اللي انا قلتها في بداية الفيديو. الطيور على اشكالها طبعا كل ما تزود الحرارة قوي او تقللها قوي يؤدي الى بين، فما تستغربش من عظمة ربنا ان خلى الاحساسين اللي بيكملوا بعض ماشيين في سكة واحدة وطالعين مع بعض. طيب الكلام ده عادي، دكاترة الاناتومي بصراحة قالوا معلومة ما تهمناش قوي، قالوا اصل البين اللي داخل ده قبل ما يعمل سيناكس في الدوزر هون ممكن يطلع فيو سيجمنتس، يعني انا كمان دخلت في الفقرة دي، لا مش لازم اعمل سيناكس على طول، اطلع في الفقرة اللي فوقي في حاجة اسمها ليزور تراكت، يعني سكة صغيرة وفي النهاية هعمل سيناكس. احنا كدكاترة فيسيولوجي بنجيب من الاخر، يعني الاناتومي عندنا مش عالي قوي زيهم. طيب السكة دي انت عمال تقوم الصبح تراك وتلاتة اوردر اليوم، اسم السكة دي سبتها للاخر، سباينو سلامك. ليه؟ سباينو هو البداية وسلامك هو النهاية. ارجع لفيديو البين اللي بيستقبل السلو بين برسبشن هو السرس. السرس ده موجود في اللور انيمالز وسميناه حتى باليو سباينو سبب، قلناها قبل كده. يبقى ده بدايه وده نهايه. هتقولي بس في شويه فايبرز بتوصل للكورتكس، عشان نعمل اراوزل عشان اصحى وما نامش، بس خلي بالك 10% من البين وصل للكورتكس. هل ده القاعدة في التراكت؟ لا، الأساس إن 90% من التراكت انتهى عند السلطس، فالعلماء قالوا بما إن النهاية سلطس هسميها سلامك والبداية سباين، يبقى ده الأحاسيس الأقل أهمية. هتقول هو لازم يبقى بين وتمبريتشر، أنت قلت لنا في المربع اللي هنا في كرود تاتش. طب هو الكرود تاتش يمشي ازاي؟ حاول امسح الحته دي عشان اقول لكم يمشي ازاي، هي نفس الفكره مش هعيدها تاني. دخل هنا وبرضه في اللاترال ديفيجن ودخل في اللامنا وعمل سيناس. بصوا بقى الجديد ايه؟ اهو. ايه ده؟ عمل كروسنج، هو ده الميد لاين، بس كروسنج فين؟ هل في اللاترال هور؟ لا. ده عمل كروس الناحيه الثانيه في الانتيريور هور. قالوا طب ما تيجي نسميه ايه؟ انتيريور سباينو سلامك. بدا في السباينال كور بس في الانتيريور هور، ودايما تلاحظوا لازم احط قبل سباينو كلمه تعبر عن المكان اللي حصل فيه الكراسنج. عشان كده انا عندي نوعين من السباينو سلامك، يا انتيريور اللي بيعدي فيه الكرود تاتش، يا اما لاترال اللي بيعدي فيه البين. تمام؟ طب سؤال بقى مهم، سباينو سلامك ده قبل ما نسيبه هل ليه اسم تاني؟ ايوه ليه اسم تاني، واسمه موجود في كتاب الاسم اللي لسه ما نزلش بس هينزل، اسمه اندرو لاترال سيستم. طلبه كتيره اكيد سمعتها في المحاضره، مهم قوي الكلمه دي مش صعبه. ليه؟ انترو لاترال، انترو دي رمز للانتيريور هور اللي كروس فيه الكروت تاتش، واللاترال ده رمز للاترال هور اللي عدى فيه البين. يبقى انا اقول لك في الامتحان بتاع اخر السنه سباينو سلامك او انترو لاترال الاثنين زي بعض. طيب انا خلصت فكره السباينو سلامك تراك، عايز ادخل بقى في الاحاسيس المهمه والكلام المهم. الفاين تاتش البرشر، احساس
الارض تحت رجلي بروبريوسبشن، عايزك تقول لي بيمشي في انهي سكه. ادي السباينال كورد العادي بتاعنا، ادي السيجمنت بسرعه اهي. ايه بقى الجديد؟ الجديد هقوله دلوقتي. احنا اتفقنا ان الدورزال هورن الجزء من الدورزال هورن اللي جنب الميد لاين هسميه ميديال ديفيجن. في تراكت اللي فات كان البين بيدخل بين اللاترال ديفيجن من على الجنب. اما الاحساس المهم بصوا بقى هيعمل الاتي اهي. ايه اللي حصل؟ اللي انا عايز اللي يتفرج على الفيديو يقول ده الاحساس ده دخل في الميديال ديفيجن. خلي بالك هنعد مع بعض. الافرنت اوف فاين تاتش دخل في الميديال ديفيجن. حلو دخل. فاكرين لازم يبقى الفيرست اوردر نيورون هو مين؟ اللي هو الدورسال روت جانجليون او الافرنت بتاعه. الافرنت هنا هيبقى ايه؟ ايه بيتا. واتفقنا قبل كده اشمعنى ايه بيتا؟ وقلناها ولازم يبقى ماي لينيت. ركزوا بقى معايا في الالوان علشان الكلام ده عليكم رسم. ادي الماي لينيت. لو سالت دكتور اناتومي طب والافرنت اللي داخل يتقسم ازاي؟ هيتقسم لفرعين. يبقى ايه بيتا؟ اللي شايله الفاين تاتش دخلت في الميديال ديفيجن تتقسم لفرعين. فرع اهو وفرع تاني هنقطه اهي. وادي الدايره دي. يعني انا داخل بالازرق ده الافرن اتقسم لفرع بدل اللون الاحمر جنب الميد لاين. فالفرع ده اسمه ميديال برانش. واتقسم لفرع تاني اللي هو ده اللي حاطط عليه صباعي او عملنا عليه زوم اللي هو لاترال برانش. يعني انا اتقسمت الى فرعين ونعمل زوم على هذا المربع عشان قبل ما نيجي نكمل والناس ما تتوهش. ميديال ديفيجن اوف دورسال روت اهي دخل فيها افرنت. الافرنت اللي دخل اتقسم الى كام برانش؟ ميديال واحد؟ لا. الناس اللي باصه معايا على الفيديو هتلاحظ حاجه. انت على الميديال برانش نزلت سهم وعلى اللاترال عملت سهمين. انت عايز توصل لايه؟ ان الميديال برانش هيطلع منه سكه واحده. اما اللاترال برانش هيمشي منه سكتين. يعني اللاترال برانش بتاع الافرنت هيطلع منه تو تراكس هنقولهم. اما الميديال هيطلع منه تراكت واحد. خلي بالكم يا جماعه الكلام ده مهم وهنعيد ونجمعه. طلع اهو حلو. انت وانت طالع احنا ملاحظين حاجه قبل يا دكتور ما تكمل. ده ما حصلش سينابس في السباينال كود صح؟ ما حصلش. ما حصلش كروسنج في السباينال كود. الاحاسيس الفاين انا بتكلم على فاين سنسيشن قالت الراقي لا يعبر في اوطى حته في السباينال كود. لا ما ينفعش. طب نكمل الرسمه هكملها. بصوا بقى هعمل ايه؟ نوسع وهرسم سيجمنت ثانيه. ادي سيجمنت ثانيه. طب ليه سيجمنت تانية؟ هتعرف داخل فيها برضو. ادي الافرنت المايلينيت دخل كده وادي الميد لاين. انا بركز دلوقتي على الميديال برانش اهو وطلع الميديال برانش. يبقى انا عندي ميديال برانش جاي من السيجمنت اللي تحت وميديال برانش من السيجمنت اللي فوق. دكتور ممكن تدينا امثله؟ انت قلت اتنين افرنت واتنين مايلينيت هما مين؟ نتخيل اللي فوق تاتش ونتخيل اللي تحت برش. هل الاثنين دول بيكملوا بعض ولا لا؟ الاجابه اه. تاتش لو زاد بقى برش. وبما ان الاثنين ليهم ميديال برانش تخيل الاثنين هيطلعوا مع بعض. شايفين الخط اللازق الملاقط؟ معناه الميديال برانش من تحت كمل مع الميديال برانش من فوق. كلمه يا
اسمهم ليني نيسكس. طب انا عايز اسمي الليمينيسكس. اللي فاتت كان اسمها سبينال، ان هم خارجين من سبينال كورد. دي بقى الاثنين دول جنب الميد لاين، يبقى هسميها ميديال ليني نيسكس. يبقى دي بقى الميديال ليني نيسكس. طب حلو دكتور، دول السيجمنتس، وبعدين هنوصل لفين؟ هنوصل للميدل. لغايه دلوقتي انا فيرست اوردر نيور، وصلت لغايه الميدل اهو، خط الازرق المنقط والتاني الاحمر. قالوا احنا هنعمل ساينابس. ساينابس اللي هي الدايره الزرقاء دي، ساينابس مع ايه؟ مع تو نيوكليول جوه الميدل. واحد اسمه جراسيل والتاني اسمه كونييت. يبقى دلوقتي الدايره الزرقاء واحد جراسيل وواحد كونييت، يعني وصلوا للاثنين دول. الجراسيل من اسمه في عضله في اللور لين اسمها جراسلس، العضله الرشيقه اللي هي بتاعت اللور لين. فالجراسيل قال انا هستقبل السنسيشن اللي جاي من اللور هاف اوف ذا بطن. اما الكونييت قال له لا، انا هستقبل السنسيشن اللي جاي من الابر هاف اوف ذا بطن. الكلام ده يفرق معانا في ايه كطلبه؟ يفرق. هتيجوا في سيكشن العمل هطلب منك غمض عينيك وحط حاجه في ايدك هتقفل ايدك عليها وتحسها. لو انت حسيت ان اللي في ايدك مفتاح، يبقى مين اللي قال لك ان الاحساس ده مفتاح؟ هو الكونييت، هي اللي نقلت السنسيشن من الابر لين، وسميناها في فيديو قبل كده ستيريو جنوزس، معرفه الاشياء المجسمه في ايدك وانت مغمض عينيك. طيب بعد كده هيعملوا ايه؟ ده يا جماعه الميد لاين بتاعنا، هيعملوا كروسنج. يبقى اذا السكند اوردر نيورون في الفاين سنسيشن بدا من جراسيل والكونييت نيوكليون وعدوا للناحيه الثانيه. فين الناحيه الثانيه؟ ادي رايت وادي ليفت، زي فكره ده الرايت وده الليفت. عدينا للناحيه الثانيه ونفس القاعده، نوصل الى سالامس، والسالامس ده السر اهو. عملنا ساينابس مع النيوكليون وادينا الكورتكس. يبقى القصه اللي انا عايزك اقولها لغايه دلوقتي، فيرست اوردر نيورون از دورزال روت جانجلون والافريت برانشز. السكند اوردر نيورون في اي احساس هيعمل كروسنج. لو هو سباينو سلمت تراكت يبقى كروس في السباينال كورد، لانه احساس اقل اهميه. لو فاين تاتش بريشر بروبريوسبشن في اي بي احساس راقي، يبقى لازم كروس في مكان اعلى، يفضل طالع 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 وصل للمظله، عمل من المظله كروس الى الناحيه الثانيه، ودي مهمه قوي. ومشوا مع بعض سميناها ميديال ليمينيسكس. في معلومه عايز اجي اقولها مهمه قوي، التراكت اللي انت شرحته اسمه ايه؟ دور زل كولا. هنا بقى ده سؤال الطلبه لينا كل سنه، دكتور دور زل معناه ايه؟ خلفي. هو ما هو اي احساس يا دكتور داخل في الدور زل هول؟ هقول لك اه، بس ايه الفرق؟ ان ده دخل من الدور زل روت وطلع ومكمل في الكولن الخلفيه، يعني ما عداش الناحيه الثانيه من اول مره، لا. يبقى ربنا بيحميه. يعني ايه بيحميه؟ لو انا عندي حاجه خايف عليها في البيت، فلوس كتير، مش معقوله بغباء احطها في الريسبشن بره في الصاله تتسرق. الحاجه البريشس الغاليه حاططها في درج وعلبه جوه علبه زي اي فينيل مجوهرات، بتخاف عليها وبتحطها وقفت. موضوع مهم، هي خايفه انه يضيع. طب ما هو ربنا خايف.
ان لو ضاعت انا اسف طز مش مهمه. اتشنج ايه يعني اكمل حياتي من غير اتشنج؟ ايه يعني من غير كرود تاتش؟ يبقى دايما تلاحظوا الموضوع معمول صفوف الاماميه الانتيريور حاجات تضيع مفيش مشكله، بوستيريور او دورزل الحاجات الاهم. عشان كده تسمى التراكت ده دورزل كولا. في نقطه مهمه قوي، انا كده جاوبت على اول مربع الميديا البرانش اوف ذا افرنت بيعمل لي تراك اسمه دورزل كولن، وده انا قلت ده عليه علامه صح عشان ما انتوش لغايه دلوقتي بتكلم على الميديا. قبل ما ادخل على اللاترال انا عايز اقول نقطه مهمه، انا كطالب عايز اجمع الميديا البرانش ده في اربع كلمات، والمفاجاه يبتدوا بحرف الام، يعني عشان الحاجات اللي تخلي الناس اللي الميموري بقى ما تنساش. بصوا بقى اول ام ايه؟ واحد دخل الافرنت ده ليه ميديال برانش صح؟ دخل فين؟ في الميديال ديفيجن اوف الدورزال روت. تالت واحده وصل الى ميدالا عمل فيها كراسي. رابع ام ودي مهمه قوي ان تو افرنس سواء تاتش او بريشر كملوا في صوره ميديال لينيسكس. يبقى انا عندي 4 ام، دي كانت فرقه موسيقيه زمان طبعا الناس مش فاكراها. 4 ام ده دورزال كولا، لان انت في الامتحان هتتسال اشرح لي دورزال كولا. امتحان العملي عندنا شفوي، يعني العملي بتاع تانية هو كده، فهيسال في الكلام ده فتكون انت خلاص عارف. طيب قبل ما ادخل على دول في جدول مقارنه بين سبينوسلاميك والدورزال كولا، علشان انا بعد ما اخلص الحته دي هتكلم بسرعه على تو برانشز. بصوا بقى معايا الحته دي مهمه جدا، جدول مقارنه هنكتبه مع بعض بين التو تراكس وهنشوف نظام بالظبط اللي هنعمله. ده سباين سيراميك وده الدورزال كولا. وبصوا بقى هنبتدي نقارن من حيث ايه؟ اول حاجه خلايا على الشمال هتكلم على نوع السنسيشن اللي هيتنقل في كل تراكت اسمها سنسيشن تايب. سؤال سباينو سيراميك ده هل يا ترى النوع واحد؟ يعني ايه؟ البين والتمبريتشر بيكملوا بعض ماشي، طب هل الكروت تاتش ليه علاقه بالتمبريتشر والبين؟ الاجابه لا. في طلبه كتيره فاهمه معلومه غلط بقالهم سنين بنتسال نفس السؤال، دكتور انا لو اتلسعت بحس بايه؟ طب انا عملت تاتش؟ اقول له لا، اللي اشتغل هنا سبيسيفيك بين ريسبتس اللي هي النوسي سيركل، فما تقولش ان التاتش ادى الى بين، لا ده دي شو دامج ودي قصه ثانيه. يبقى السباينو سيراميك السنسيشنز انواعها ايه؟ متعدده بولي موداليتي تعدد الانواع. طبعا الكروت تاتش ده حاجه، اتشنج وتيكرينج دول صنف لوحده، بين وتمبريتشر دول لوحدهم. بما ان في انواع مختلفه يبقى بولي موداليتي. اما الدورزال كولا الاصل واحد، اللمس لو زاد بقى بريشر، التاتش والبريشر لو الترنيتنج وتكرروا بقوا فايبريشن حاجه بتتهز على ايدي. يبقى هنا المصدر يوني موداليتي، مصدر واحد في الاحاسيس. نيجي بقى رقم اثنين، رقم اثنين بقى ده العنوان عشان نمشي بنظام اناتوميكال. هتكلم في اناتوميكال على خمس ست نقط قلتهم على فكره في الرسمه بس هحطهم في شكل جدول. اول نقطه هتكلم على افرنت السباينو سيراميك ايه دلتا لو هو فاص بين او سي، اما الدورزل لازم يبقى ايه بيتا غيره. نيجي رقم اثنين الدورزل روت بالنسبه للس
spinocerebellar sensation بيدخل في اللاترال ديفيجن، اما الثاني ميديال ديفيجن. نيجي الفرق بقى، ولو تلاحظوا ان الفروقات انا عاملها بالظبط. في فرق كمان، فرق الكروسنج ده بيعمل كروسنج فين؟ ده في السباينال كورد سكند اوردر نيور، التاني كروس في المظلة. نيجي للفرق الرابع، بنتكلم على البرين ستيم، دي مهمة ليه؟ المظلة اللي عمل كروس في المظلة هو الدورزال كولا، هنا حصل كروسنج. هنا في البرين ستيم ما كانش فيه كروسنج خالص، كروسنج كان تحت. طب في نقطة مهمة قبل ما ننسى، في السباينال كورد ممكن تقول لي اسم التراكت؟ لو انا سباينو سالك يبقى هيكون خارج من السباينال كورد، سباينال لمينيسكس اللي هما تو تراكت، اما الناحيه الثانيه هيبقى التراكت اللي في السباينال كورد جراسيل وكونييت. مش عايزه تنسى ان الجراسيل والكونييت نيوكلياي موجوده في المظله، ودول اللي هو نهاية السكة، ولكن قبلهم البداية كانت في السباينال كورد وطلعنا مع بعض. يبقى ده جراسيل وبنيات تراكس، كل دول أساس. خمس نقط أناتوميكا. فواحنا طلبة كنا بنذاكر ازاي جدول، نقطة سنسيشن، وخمسة أناتوميكا، وأربعة فيسيولوجيكال، خمسة عشان أوسع. وهقولهم في الاخر تاني ايه هما بقى الفيسيولوجيكال تشينجز. بصوا بقى، لو انا هسالك سؤال سهل، سباينوسيرابيك تراكت هل يا ترى فيه لوكاليزيشن؟ يعني ايه؟ هل الاحساس اللي ماشي في السباينوسيرابيك يصل الى مكان محدد في الكورتكس زي احساس اللمس؟ هتقول لي لا، يبقى ده اول فرق في اللوكاليزيشن او التحديد. انت يا سباينوسيرابيك بور لوكاليزد، انت بتوصل لاماكن كتيره في الكورتكس، اما الدورزال كولم از ويل لوكاليزد. نيجي للفرق التاني، السباينوسيرابيك ما يقدرش يميز انتنستي كتيره من الاحساس، ما عندوش القدره للديسكريميشن يميز، لا احساس واحد وخلاص كويس ان انا بقله. يبقى نتكلم على الانتنسيتي الجريدز بتاعتها، هنا قليل قوي لكن هنا كتير. يعني ايه كتير؟ وانا واقف وفي ارض تحت رجلي انا ممكن ابعت للكورتكس ديفرنت بوزيشنز. انا واقف اهو، لو بصيتوا عليا ساند برجلي على الحيطه، أو إن أنا واقف كده، أو إن أنا نايم كده، أو إن أنا عامل كده، أو إن أنا نايم قاعد، أي بوزيشن يبقى ده جريدز أوف انتنسيتي. نيجي بقى لرقم ثلاثة، ودي في منتهى الأهمية، موديوليشن. يعني إيه موديوليت؟ مين في دول أقدر ألعب بيه؟ أقدر أغيره؟ يعني إيه؟ فاين تاتش أقدر أعمل له انهبيشن؟ لا. اقدر اعمل له ستيميوليشن؟ لا. يعني ده حر لوحده، ده احساس لا يمكن تغييره لا بالايجاب ولا بالسلب. لكن السباينوسيرابيك وليكن البين، خدنا في فيديو قبل كده البين كان بي انهبيتد، نقدر نوقفه بطريقتين، يا اما بالاكوبانكشر او الرابينج او يعني طرق مختلفه، يا اما بالاي بيتا فايبرز او بالاي دلتا، وشرحناها في السباينال جيت ده قبل كده ساوي. بما ان انت ممكن تبقى انهبيتد يبقى انت احساس اقل اهميه، يبقى كان بي موديوليتد هنا التاني. لا. رقم اربعه، نيجي نتكلم على الاكتيفيشن اوف كورتكس، ودي احنا قلناها مع فكره اللوكاليزيشن. يبقى الخص الجدول سريعا، مقارنه الدورزال كولم بالسباينوسيرابيك 10 فروقات. واحد، ما
سنسيشن خمس نقط اناتوميكال. تخيل قفل الدماغ هوصفه داخل في انهي حته في الدورسال روت. كلمت على فكره التراكت اللي في السباينال كورد، كلمت على البرين ستيم في كروسنج ولا لا، اتكلمت على الليمينيسس. دي اربع نقط فيسيولوجيكال من حيث التحديد لوكالايزد ولا لا، انتنستي اميزها ولا ما اعرفش، اتكلمت على اقدر موديوليت انهيت ولا لا، واتكلمت على اكتيفيشن اوف سبيسيفيك اريا اوف كورتكس. كده احنا خلصنا الجزء بتاع سباينو سلامك ودورسال كورد. ناقص لي نقطتين صغيرين، اللاترال برانش اوف ذا افرت داخل فين؟ لاترال برانش لو تلاحظوا على المربع كلهم داخلين في الميديال ديفيشن. فهرسم رسمتين دلوقتي جداد وبسرعه، تفاصيلهم هيتعرفوا في المودل لسه مش دلوقتي. بصوا بقى البدايه بتاعتنا، ادي السباينال كورد العادي. انا حبيت ارسمها كذا مره لان انا لو دخلت ميديال في لاترال الدنيا ركوز. ده الميد لاين بتاعي، ادي الافرنت اهو، ادي الميديال ديفيجن خلصناه، ادي اللاترال اهي بقى. هرسمه بلون تاني ونركز مع بعض. اللاترال عمل ايه؟ اللاترال عمل حاجه غريبه قوي، قال انا هعمل سايلابس. ايه ده؟ سايلابس ده المفروض انت تبع الدورسال كورا لان هو الافرنت اللي داخل في الميديال ديفيجن. على فكره ده ايه دي ده؟ يعني المفروض انت تبع الدورسال. والدورسال كورا قاعدته ايه؟ لا يمكن يعمل سايلابس في السباينال كورد، ده دايما سينابسي فيه اعلى حته في المظله. قال له انا ليا طابع خاص، انا سكه اضافيه، يبقى عايزين نعد في السكه دي. ركزوا معايا، عدد الاوردر نيون، ادي فيرست، انا بشرح لاول واحده هنا، ادي الفيرست اهي تمام. وفين اللاترال؟ اهو ده اللاترال برانش المنقط ده، ده اللاترال ان هو ناحيه او قريب من اللاترال ديفيجن. ادي اللاترال روح، ادي السكند. طب وبعد كده يعمل ايه بقى؟ بصوا الاحساس يلف يطلع السنسيشن دي. يعني هو دخل مع الاي بيتا وهو هنا عمل لاترال برانش، عمل سايناس في الحته دي فبقى سكند. طلع 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 فين؟ قال انا هطلع كذا سيجمنت في السباينال كورد. قلنا له بعدين قال بصوا بقى بعد ما اطلع لكذا فقره بدل ما نرسم فقرات كتير انا هوصل هنا. طبعا هنا ده المفروض اللي ايه؟ ده اللي هو الديفيجن عادي. وصل في الحته دي. خلي بالكم ما زلنا المنقط بالازرق ده او هكمله ده الميد لاين. هدي الميد لاين بتاعي وادي الاحساس اقول لاترال برانش لغايه ما عمل الساينابس جديده، يبقى دي رقم كام؟ دي الساينابس الجديده دي بقى رقم ثلاثه. حاجه غريبه جدا، عملها فين؟ عملها في السيرفايكال نيوكليس اوف سباينال كود. يعني هو بدا من السباينال سيجمنت عليه وعمل فيها ساينابس، ودي غريبه على الدورسال كود. قال وانا هكمل اكمل اكمل وسينابس في سيرفايكال نيوكليس. دايما اسمها سيرفايكال يبقى في سيرفايكال سيجمنت. حلو، دي رقم كام؟ تلاته. وبعد كده قلنا له طب تعمل ايه؟ قال بعد كده بقى انا هعمل كروس للناحيه التانيه وامشي مع الميديال لينيسس. فاكرين الجراسيل والكونييت؟ يعني هو عمل كروس في السباينال كورد علشان يمشي مع التو تراكس بتوع الفاين تاتش والبريشر. كان السكه دي مزيج من سباينو سيراميك ودورسال كورنر، هي واخده من ده حاجه ومن ده حاجه، واخده من الدورسال كورنر انها مشيت مع الميديال ليمينيسس، قالت انا سكه ثالثه. وكمان انا واخده من السباينو
سبينوسالاتيك، ان انا عملت سينابس هنا. طب وهي طالعه وصلت لفين؟ برضه سالنس. طبعا برين ستيم احنا عارفين وادي السالنس، وعمل السينابس هنا والسالنس شغل الكورتكس، يبقى ده السينابس رقم 4. يبقى الاول دول ذا روت جانب، الثاني في السباينال كورد عشان يعمل الكولن ده اللي هو السباينوس الفايكال كولن، التالت اللي هي السيرفايكال سيجمنت او سيرفايكال نيوكليس، الرابع سالس. هسال السؤال غبي جدا مني، السكه دي يا ترى ابطا ولا اسرع من الدوزا الكولن؟ اكيد ابطا لان فيها سينابس زياده، واحنا خدنا قبل كده ان السينابس الزياده هيعمل دي ان ايه نص ملي سكند. سؤال بقى عايزين نساله لك، اسم السكه دي ايه اللي انت حطيت عليها الصح اللي هي لاترال برانش؟ اسمها سباينو سيرفايكال. انا بحب اقول اسم التراكت في النهايه عشان تكون فاهم الدنيا، بدا هنا وعمل الريلي هنا. طب ليه احنا قلنا سباينوس الفايكال بالرغم انه مكمل وسالنس وكورتكس؟ ليه؟ عشان اميزه عن الدورزال كولن، لان الدورزال كولن عمره ما بيعمل سينابس في السيرفايكال نيوكليس. دكاتره الاناتومي والاساتذه الكبار عندنا زي الدكتوره شاديه والناس الكبيره دي، اول ما تقول لها سينابس في السباينال كورد تقول لك برافو، وبعد برافو ما هو في سؤال، هتعمل سينابس في انهي لامينه اوف دورزال هورن؟ ما اتفقنا ان الدورزال هورن ده ست طبقات، تقول لها في اللامينه الرابعه. اللامينه الرابعه يعني السينابس هنا لامينه اربعه حضرتك. الكلام ده في منتهى الاهميه، ولما نيجي نقول موتور بعد كده هنقول الطبقات دي ازاي تفيدني كمان في الموتور نيرفس سيستم. سؤال، طب انت قلت اسم التراك ما قلتليش اهميته ايه؟ اهميه السباينو سيرفايكال حاجه اسمها سباينال ريفلكس. يعني ايه سباينال ريفلكس؟ فكره بسيطه، لو انا واقف ضاغط برجلي الشمال على الارض كده ورافع رجلي اليمين، احساس ان رجلي الشمال لمس الارض ده قفل، دخل فيه الدورزال هور وعمل سينابس. في النهايه هيحصل المنظر ده، نروح للانتيريو هور سيل واعمل كونتراكشن في رجلي الشمال، ما ده شيء طبيعي. انا لو عامل المنظر ده، بص لو عملنا زوم عليا انا عامل كده، انا دلوقتي رافع الرجل دي وضاغط بالرجل الثانيه، انا عشان اقف ويحصل لي التزام لازم اعمل في رجلي اليمين كونتراكشن زياده، كانه عمود او ورق بيسموه ريشد كولن، عايز اثبت برجلي على الارض، لو ما عملتش كده هقع. يبقى دي اهميه السباينو سيرفايكال سيجمنت. نيجي بقى لاخر جزء عندنا في اللاترال برانش. اللاترال برانش ده قال انا حلف، قلنا له ماشي، قال بس المره دي بقى مش هطلع فيو سيجمنتس. قلنا له طب هتعمل ايه؟ قال انا هعمل حاجه جديده، والحاجه دي كان دايما الطلبه يسالوا عنها، انا هوصل الى مش ده البرين ستام العادي يا جماعه، ده المدلل وده البونز واللي فوق 100 برين. معرفش خدتوا اناتومي ولا لا في الحته دي، الجزء اللي عند البرين ستام اسمه سيريبيلم. سيريبيلم او المخيخ ده هو موجود في البوستيريور كرينيال فصة، وده بنسميه ليتل برين. في معلومه مهمه، ده هنفترض ان الفايبر اللي داخل الازرق هو البروبريوسبشن. انا لسه قايل ان البروبريوسبشن بيمشي في الدورزال كولن صح؟ ويصل في النهايه للكورتكس. بس في سؤال، هل شرط ان كل احساس
يصل في النهاية إلى الكورتكس ليتم التعامل معه؟ الإجابة لا. سيربلم قال أنا هستقبل هذا الإحساس. آدي البروبريوسيبشن دخل هنا. دخل مع اللاترال برانش وبعد كده وصل في المكان ده وطلع لفوق. بدل ما يطلع لكذا فقرة في السباينال سيجمنت أنا هدخل السيربلم. السيربلم لمعلوماتكم هرسمها بره هي ليها ثلاث فتحات. ادي ده هو السيربلم هيتاخد في الموتور نيرفس سيستم. كل فتحه من فتحات السيربلم اسمها بيدانكيلا. كل فتحه اسمها بيدانكيلا. باين من السبوره ان انت عملت ثلاث فتحات. فتحه اللي فوق سوبيريو واللي في النص بسميها ميدل واللي تحت اسمها انفيرير. تعالوا نسال سؤال سهل. دلوقتي السيربلم دي فتحه اهي من تحت استقبلت مين؟ بروبريو سيبتيف سيجنال. طب هي استقبلتها ليه؟ دايما السي ام اس ماشي بفكره بسيطه، الرساله والرد. انا ببعت لك رساله ممكن ترد لي عليها؟ انا قلت لك ان في ارض تحت رجلي. انت يا السيربلم هتستقبلها منين؟ من الانفيرير، من الفتحه اللي تحت. بي ضمن وصل هذا الاحساس. عارفين السيربلم بيعمل ايه؟ الرد بقى. رد السيربلم بيعمل ايه؟ يزود الكونتراكشن اوف الانتي جرافيتي ماسلز. عملتها بالاحمر. انا علشان اقف وما اقعش لابد انك تزود الكونتراكشن في رجلك. اي حد قاعد يحسها لو حطيت ايدك ورا عند الكالف ماسلز عضلات السمانه انت حاسس بقوه. القوه دي ليه؟ لمواجهه الجاذبيه. الجاذبيه طول الوقت متوقعه. طب انا لازم اعمل رد فعل عكسي فعملت كونتراكشن. يبقى السيربلم عمل ايه من الاخر؟ حافظ على اتزانك من غير ما يبلغ الكورتكس. طب يا دكتور الكلام ده اللي انت بتقوله احنا حاسين بيه ازاي؟ عادي لما تيجي تمشي رايح الكليه نازل طالع انت مش حاسس ان في ارض تحت رجلك. انت مش مركز ان فين الارض. لا انت ماشي وخلاص. معنى ان انت مش حاسس ان في ارض تحت رجلك وبقى الموضوع اوتوماتيك وكده كده بيحصل. هنسميه في الكتاب بكلمه جميله unconscious proprioception. وده دورك يا سيربلم. انا وفرت عليك يا كورتكس مجهود انك انت تساعد العضلات ان تبقى كونتراكتد. انا اللي هعمل كده. طب هو هيعمل كده ازاي؟ انا قلت فكره مبدئيه. نتقابل في الموتور بعد شهر. لسه بدري بقى. هنشرح سيربلم ونقول اجزاء ونقول شغل انهي حته في البرين ستيم وروح لانهي مكان في الانتيريور هورن ستيم. عشان كده من الاخر السيربلم ده ليه بنبعت له اشارات؟ unconscious proprioception. طب يعني ايه الاتزان اللي انا بتكلم عليها؟ equilibrium. طب وايه اسم الطريق ده؟ يبقى ده المربع الاحمر الثاني بتاع اللاترال برانش اسم سباينو سيريبلر. سباينو سيريبلر تراك. قبل ما انهي هذا الفيديو وهقف عند كده انا عايز الخص كل النقط المهمه اللي اتقالت. ان السنسيشنز تختلف في اهميتها. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ربنا خلق تو تراكتس. والنقطة الثالثة أي تراكت بتتكلم عليه؟ فيرست أوردر نيورون هو دورز أبروت جانجليون. ثيرد أوردر نيورون من الثالاموس للكورتكس. السكند كده كده هيعمل كروسنج. لو بتكلم على سباينو سلامك يبقى الكروسنج في سباينال كور. لو بتكلم على دورز الكولم يبقى الكروس في المضلة. زي الناس الفي اي بي صارت كبار الزوار عمره ما يعدي مع بقيه عامه الشعب. لا ده دي حته يعدي فيها. زي ما البشر بيعملوا كده ربنا عمل كده في جسمك. طيب قارنا بين
سبينوسيرامك والدورزال كولا في 10 نقط مقارنه، نقطه على السنسيشن، 5 نقط اناتوميكال، 4 نقط فيسيولوجيكال. جيت عملت المربع ده الميديال ديفيجن اوف الدورزال روت، داخل فيه تو برانشز ميديال ولاترال برانش. الميديال برانش اتكلمنا على دورزال كولا، اللاترال برانش قسمناه في سكتين سباينو سيرفايكال، ودول اربعه اوردر نيورون وقلت اهميتها، وسباينو سيريبيلر وقلنا اهميته انكونشس بروبريو سيرشن. عايز انهي الفيديو ده بجمله حكمه، مثل انجليزي معروف كلنا عارفينه، كانوا دايما يعلمونا don't put all your eggs in one باسكت. احنا هنغير هذا المفهوم بفكره فسيولوجيه راقيه. Don't put all the sensations in one tract.